أهلا وسهلا بكم في تحدي جديد من قناة تعلم مع آدم وإياد، تحدي عواصم الدول. تعرف على عاصمة الدولة في أقل من 20 ثانية. تطبيق هنخلي لكم في صندوق الوصف باش تلعبوا كذلك تنتما التحدي. واش مستعدين؟ هيا نبدأ التحدي. ما هي عاصمة تركيا؟ هل هي أسمرة أم أنقرة أم صنعاء؟ ضع الجواب الصحيح في هذه الخانة. يا ترى ما هو الجواب الصحيح؟ الجواب سنضع أنقرة. صحيح، لقد ربحت هذا التحدي. التالي، ما هي عاصمة البرازيل؟ هل هي كاراكاس أم دودوما أم برازيليا؟ يا ترى ما هو الجواب الصحيح؟ ضعه في هذه الخانة. سنضع ماذا؟ سنضع برازيليا. صحيح، لقد ربحت هذا التحدي. التالي، ما هي عاصمة الأردن؟ هل هي عمان أم دمشق أم طهران؟ يا ترى ما هو الجواب الصحيح؟ ضع الجواب الصحيح في هذه الخانة. ما هي عاصمة الأردن؟ سنضع عمان. نعم صحيح، لقد ربحت هذا التحدي. التالي، ما هي عاصمة باكستان؟ هل هي إسلام آباد أم الخرطوم أم دشقنت؟ يا ترى ما هو الجواب الصحيح؟ سنضعه في هذه الخانة. يا ترى ما هي عاصمة باكستان؟ سنضع إسلام آباد. نعم صحيح، لقد ربحت هذا التحدي. التالي، ما هي عاصمة أوكرانيا؟ هل هي تيرانا أم فينتيان أم كييف؟ يا ترى ما هو الجواب الصحيح؟ سنضع الجواب في هذه الخانة. ما هو الجواب الصحيح؟ سنضع كييف. نعم صحيح، لقد ربحت هذا التحدي. التالي، ما هي عاصمة كندا؟ هل هي بوتابست أم أوتاوا أم مابوتو؟ يا ترى ما هو الجواب الصحيح؟ سنضعه في هذه الخانة. سنضع ماذا؟ سنضع أوتاوا. نعم صحيح، لقد ربحت هذا التحدي. التالي، ما هي عاصمة العراق؟ هل هي داكار أم بغداد أم الدوحة؟ يا ترى ما هو الجواب؟ سنضعه في هذه الخانة. عاصمة العراق، سنضع بغداد. نعم صحيح، لقد ربحت هذا التحدي. التالي، ما هي عاصمة الصومال؟ هل هي تالين أم فينتيان أم مقديشو؟ يا ترى ما هو الجواب الصحيح؟ سنضعه في هذه الخانة. الجواب سنضع ماذا؟ سنضع مقديشو. نعم صحيح، لقد ربحت هذا التحدي. التالي، ما هي عاصمة البرتغال؟ هل هي ستوكهولم أم لشبونة أم روما؟ يا ترى ما هو الجواب الصحيح؟ سنضعه في هذه الخانة. عاصمة البرتغال، سنضع لشبونة. نعم صحيح، لقد ربحت هذا التحدي. التالي، ما هي عاصمة البحرين؟ هل هي المنامة أم نواكشوت أم الكويت؟ يا ترى ما هو الجواب الصحيح؟ ما هي عاصمة البحرين؟ سنضع المنامة. نعم صحيح، لقد ربحت هذا التحدي. التالي، لنرى التنقيط. نتيجتك في هذا التحدي هي 10/10. لا تنسوا الاشتراك في قناة تعلم مع آدم لمزيد من التحديات، واكتبوا لنا في التعليقات شحال جبتوا في التحدي. دخلوا التطبيق في صندوق الوصف ولعبوا التحدي وشوفوا شحال جبتوا في النقطة واكتبوا لنا في التعليقات. حظ موفق للجميع.